أصوات مرتفعة تنتقد مشاريع الأمم المتحدة وتعتبرها دعماً غير مباشر للحوثيين. ما هي أولويات مشاريع الأمم المتحدة في اليمن إذن؟ وهل تتفق مع احتياجات اليمنيين ومعاناتهم؟ أهلا بكم. قبل أيام قالت الأمم المتحدة إنها نفذت مشروعا لتدريب 100 مدعى عام في مناطق سيطرة الحوثيين. قبلها كانت الأمم المتحدة قد دعمت مؤسسة تابعة للميليشيا بعشرين سيارة، قالت إنها ضمن مشروع نزع الألغام في اليمن. الألغام ذاتها التي زرعها الحوثيون والتي تتجاوز نصف مليون لغم أرضي. آلية عمل الأمم المتحدة وأولويات مشاريعها تتعرض لهجوم لاذع من قبل المراقبين والناشطين المجتمعيين على الأرض. فالبعض يرى أن الأمم المتحدة تدعم ميليشيا الحوثي بشكل أو بآخر، بينما تستلم مليارات الدولارات باسم إنقاذ اليمنيين من الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم. إذن ما هي أولويات المشاريع الأممية في اليمن؟ وهل هناك حسابات تطغى على حساب ألم اليمنيين ومعاناتهم الإنسانية؟ منذ بداية الحرب كثفت الأمم المتحدة من مشاريعها الإنسانية في اليمن، نظراً لانهيار الدولة وتردي الوضع الإنساني لمستوى وصفته المنظمة الأممية بأنه أسوأ أزمة إنسانية في اليمن. يقول مراقبون إن مجمل ما قدمه المانحون اليمن خلال سنوات الحرب يفوق 23 مليار دولار، معظمه عبر منظمات الأمم المتحدة، لكن الوضع الإنساني في اليمن لم يشهد تحسناً موازياً لحجم هذه التبرعات، وهو ما يرجع بحسب البعض إلى عدم جدوى وفاعلية أولويات المنظمات الأممية، بالإضافة إلى انعدام الكفاءة والمسؤولية ومراعاة احتياجات اليمنيين الحقيقية. قبل أيام قامت الأمم المتحدة بتنفيذ مشروع تدريب 100 مدع عام في صنعاء وحج وصعد وعمران، في الوقت الذي تنتشر فيه حمى الضنك في العديد من مديريات محافظتي الحديدة وتعز، مودية بحياة العشرات من المواطنين. وقبل أشهر دعمت الأمم المتحدة ميليشيا الحوثي بعشرين سيارة تحت لافتة دعم نزع الألغام، في الوقت الذي يعرف الجميع أن الحوثيين هم الطرف الوحيد الذي يزرع الألغام في اليمن، وأنهم لا يفكرون إطلاقاً بانتزاع أي لغم. يقود هذا إذن إلى سؤال كبير تترتب عليه عشرات المليارات ومصير ملايين اليمنيين. ما هي أولويات مشاريع الأمم المتحدة في اليمن؟ يرى مراقبون أن أداء المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن لا يستجيب للأولويات الإنسانية وحاجات المواطنين، بل تتداخل الأهداف الإنسانية بالسياسة وفق أجندات الأمم المتحدة والأطراف المسيرة للسياسات الدولية. تركز أنشطة ومشاريع الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين لا يوجد له تفسير مقنع، رغم المضايقات الشديدة التي تتعرض لها هذه المنظمات من الحوثيين، وآخرها ما كشف عنه برنامج الأغذية العالمي الذي هدد بإيقاف نشاطه قبل أن يتراجع في ظل تجاهل الميليشيا لمطالبه. مبالغ ضخمة تستلمها الأمم المتحدة من المانحين باسم دعم اليمنيين، وهما يتطلب رقابة مجتمعية في ظل انهيار منظومة الرقابة الحكومية، لكن يبدو أن لا شيء ذلك متحققا الآن، سوى أصوات قليلة تصرخ منذ فترة أين الفلوس؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم إلينا عبر السكايب من نيويورك الناشط السياسي والحقوقي السيد إبراهيم القعطبي. أهلا بك سيد القعطبي. إذن لا تزال انتقادات كثيرة، هناك تساؤلات كثيرة أيضا حول دور المنظمات الدولية الإنسانية في ومدى فعالية عملها في اليمن. أنت خلال أو على مدى خمس سنوات هذه الحرب أو الأزمة اليمنية، كيف تنظر إلى هذا الدور؟ أو ما هو تقييمك له بالأصح؟ أولا تحياتي لك ولمشاهدينك الكرام. دور الأمم المتحدة هو يعني المصطلح الحقيقي هو عمل سيء منذ بداية الحرب في اليمن، كون اليمن هي من الدول التي تعاني أو الدولة الوحيدة في هذا العصر التي تعاني من مجاعة، من أكبر مجاعة إنسانية من عمل الإنسان. وموافقة لذلك أو يعني جنبا إلى ذلك، تقوم الأمم المتحدة بأسوأ إدارة لهذه الإغاثة الإنسانية التي تجمع الأمم المتحدة من خلالها المليارات من الدولارات من الدول المانحة للشعب اليمني وللفقراء وللمجاعة التي يواجه الشعب اليمني بسبب الانقلاب الحوثي والحرب على اليمن من قبل تحالف الإمارات والسعودية. السيء الذي حصل في هذه الحرب هو
صفقات الفساد والإدارة بطريقة فاسدة لتلك المعونات من العلاج والأغذية التي كان من المفترض أن تصل إلى الفقراء وإلى الأطفال وإلى المحتاجين إليها من أبناء الشعب اليمني، يبدو أنها أخطأت طريقها بطريقة ممنهجة وسيئة، ووصلت إلى الميليشيات وإلى المنظمات والعاملين الذين يتبعون أصلاً لميليشيات الحوثي، ومن ثم إعطائها للميليشيات نفسها، وهي من تجوع الشعب اليمني في المناطق التي تسيطر عليها وتستخدمها بطريقة سيئة. إلى حد اليوم منذ 5 سنوات لا يوجد أي تفصيل أو تفاصيل حول أين ذهبت الأموال، كيف توزعت المعونات، إلى من ذهبت، كيف تم اختيار المنظمات المكاتب التي تعمل من خلالها الأمم المتحدة. نعم، من هم الأشخاص الذين تم تعيينهم للعمل مع الأمم المتحدة؟ هل كان هناك تحري في سيرهم الذاتية؟ وهل كانوا على صلة مع الحوثيون؟ هل تم ذلك؟ كيف يتم حتى إعطاء المعونات إلى بعض المناطق والأسر؟ من هي الأسر التي وصلت إليها المعونات؟ إلى حد اليوم لا يمكن لليمني وهو صاحب الحق بالحصول على هذه المعلومة، أين ذهبت الأموال وكيف توزعت وإلى من؟ واليوم نحن نشاهد الأمم المتحدة الأسبوع الماضي تدرب مدعين عام لميليشيات الحوثي في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، وهذا تطبيع وبادرة خطيرة من قبل الأمم المتحدة التي تقول من خلال تقاريرها أن هناك جرائم حرب ارتكبت ليس فقط من قبل تحالف الإمارات والسعودية، وإنما من قبل الميليشيات الحوثية التي تسيطر على الوضع بقوة السلاح وبالعنف وبارتكاب الجرائم وتلقيم الحياة المدنية والحياة الطبيعية في كل مناطق التي يسيطرون عليها. من يدربون هذه الميليشيات؟ هل نحن اليوم أمام وضع جديد للأمم المتحدة تتعامل مع ميليشيات بدلا من المؤسسات الرسمية الدولية وبدلا من الحكومة الشرعية وبدلا حتى هل لماذا تقوم بذلك في الوقت الذي اليمنيين ليسوا بحاجة إلى تطبيع الوضع مع الميليشيات، وإنما هم بحاجة إلى رفع الحصار عنهم، بحاجة إلى إيصال القضاء والكتاب المدرسي؟ أيضا هناك أسئلة كثيرة حول الأسبوع الماضي قامت الأمم المتحدة بتوزيع مواد غذائية فاسدة لطلاب المدارس. هناك أيضا كثير من كما ذكر تقريركم حول السيارات التي تم إعطائها للحوثيين للتفتيش عن الألقام، وهم من يزرعون الأرقام بدلا من إعطائها لهيئة مستقلة أو هيئة دولية تفتش على الألقام، ربما الحوثيين يزرعون بها ألقام بدلا من تفتيش الألقام. هذه بادرة خطيرة، بادرة دولية خطيرة، بأنه يصبح تطبيع وضع ميليشياوي بكافة الطرق والمسائل. لم يعد ذلك محصورا على المواد الغذائية والإغاثية، وإنما الآن نحن نرى أن الأمم المتحدة تدرب ميليشيات لمحاكمة ربما صحفيين، ربما محاكمة من يوزعون الغذاء المواد الإغاثية على المجتمع اليمني. هذه الأمور يجب أن تتوقف عليها الأمم المتحدة، يجب أن يكون هناك تحقيق شفاف، والأمم المتحدة تقول أنها تجري تحقيقات بكل صفقات الفساد التي يوجد داخل مؤسساتها. نحن بحاجة إلى إصدار التقارير، التفاصيل في كيف صرفت تلك المعونات، لمن ذهبت وكيف ذهبت، ولماذا الوضع ما زال مستمرا بنفس الطريقة. والسؤال الأخير، لماذا تدرب مدعين عام لميليشيات ليس معترف بها لا داخليا ولا محليا ولا إقليميا ولا على أي مستوى، وليس سلطات تم انتخابها من قبل الشعب اليمني، وإنما هم مصنفين، الميليشيات الحوثيين مصنفين على أنهم ميليشيات ارتكبوا كل الجرائم واخترقوا كل القوانين المحلية والإقليمية والدولية من قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنسان الدولي، ويرتكبون كل الجرائم الفظيعة، ومن ثم تأتي الأمم المتحدة لتعطيهم نوع من الطابع الحكومي، وكأنهم يدربون حكومات ومؤسسات وليس أعضاء ميليشيات.
طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد القاطب. يعني يجب الإشارة هنا إلى أنه كان من المفترض أن يكون أو تواصلنا مع السيد زيد العلاية مسؤول دائرة الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة بصنعاء حتى نأخذ وجهة نظر الأمم المتحدة فيما يتعلق أو إحدى مؤسسات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه الاتهامات، لكن الرد لم يكن هناك تجاوب مع الظهور في هذه الحلقة، على الأقل لم يأخذ الإذن بعد للظهور وإعطاء الإدلاء بالمعلومات. لكن على كل حال نشرك معنا في الحوار في هذه النقطة ناشط في المجال الإنساني السيد أحمد الصهيبي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيد الصهيبي، وأنت ناشط في هذا المجال ومختص فيه في الميدان، كيف هي الآلية؟ يعني كيف تدار مسألة مع من تتعامل الأمم المتحدة على الأرض في منطقة مثل تعز على الأقل؟ أسعد الله مساءكم جميعا وجميع مشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك. في البداية نقول أن العمل الإنساني الذي يدار مثلا في محافظة تعز وفي اليمن بشكل أجمع لا يدار بآلية منظمة وبآلية مشتركة وبآلية معلومة لدى جميع الجهات والمكونات العاملة في الميدان، سواء كانت الجهات الحكومية أو الجهات المجتمعية والمنظمات المحلية العاملة في الميدان. مثلا نجد أن في محافظة تعز مثلا هناك تنسيق مثلا مع الجهات الحكومية، سواء مع الحكومة الشرعية أو مع الجهات الأخرى المسيطرة على بعض المناطق في جنوب وشرق المحافظة التي تسيطر عليها التي تتحكم بها جماعات الحوثي. ايضا بعد ذلك لديك في العمل مع المنظمات المحليه مثلا في الداخل هناك تضارب في التنسيق بين هذه المكونات. هناك مثلا منظمات او جهات لا تستطيع العمل في مناطق مثلا تسيطر عليها جهه معينه بسبب اما الاوضاع الامنيه او بسبب ان الجهات تلك تتحكم بالقرار وتمنع هذه الجهات من ممارسة عملها. لكن في المقابل نقول أن المشاريع مثلا التي ترفعها السلطة المحلية بنسبة الاحتياج التي تحتاجها المحافظة ونوعية الاحتياج المعين، هناك مثلا مناطق تحصل على مشاريع كبيرة في المساعدات الإنسانية بينما مناطق أخرى لا تحصل على هذه المساعدات، لكن لا يوجد هناك تنسيق مشترك ما بين المنظمات المانحة والمنظمات الميدانية العاملة في الميدان والجهات في السلطة المحلية والجهات الحكومية أيضا والجهات المهتمة في المجال الإغاثي والإنساني. بهذا الجانب لا يوجد هناك تنسيق، بالتالي لا الجميع لا يستفيد من لا يكون هناك استفادة كبيرة وواسعة وشاملة من هذه المساعدات، بحيث أن هناك جهات تحصل على هذه المساعدات بشكل كبير وجهات لا تحصل عليها. طيب هذا التفاوت الذي تشير إليه سيد الصهيبي، هذا التفاوت الذي تشير إليه إلى ما ترجعه برأيك أو لماذا يحدث؟ يحدث إلى أسباب عديدة. السبب الأول هناك أن عدم وجود خطط عملية لا تستطيع استطاعت توصيف الوضع الإنساني أولا وتوصيف مناطق الاحتياج التي هي أشد احتياجا، وبالتالي يتم عكس هذه الملاحظات وهذه المعلومات على الخطط والبرامج التي يتم العمل عليها لتوزيع المساعدات هذه التي تصل إلى محافظة تعز. بالتالي لا يوجد هناك أي تنسيق، وهذا ما يسبب تفاوت الرؤى لدى هذه الجهات ويسبب ايضا الضرر الاكبر للمواطن. لكن اذا كان هناك مثلا جهات مختصه فعلا بالمسح الميداني الشامل والتنسيق سواء ما بين الجهات التي تحدثنا عنها في الحكومه والسلطه المحليه والمنظمات المانحه والمنظمات ايضا المحليه العامله في الميدان، ويتم تشارك المعلومات والبيانات والارقام بين هذه الجهات ويتم التنفيذ بشكل منسق وبشكل أكثر وبشكل عملي أفضل، حتى يتم تشمل هذه المساعدات جميع المناطق الموجودة في هذه المحافظة. هناك منذ العام مثلا 2015 و2016 كان في البداية هناك نوع من التنسيق، بحيث أن كان هناك بعض المناطق فقط التي تضررت وهي التي كانت تحصل على هذه المساعدات. بعد العام 2016
أصبحت دخلت جميع المناطق في محافظة تعز في دائرة الحاجة، وجميع المناطق أصبحت بحاجة لمثل هذه المساعدات، وهذا ما تطلب أن يكون هناك تنسيق أكبر لتوزيع هذه المساعدات. لكن منذ ذلك الوقت وحتى اليوم لا يوجد برنامج حقيقي منسق بشكل كامل بين هذه الجهات اللي تقوم بالعمل. نحن طالبنا الكثير من الجهات والجهات المسؤولة في الحكومة والسلطة المحلية، وسواء حتى طالبنا الجهات المانحة أن تنسق بشكل أفضل وتنسق بشكل أكثر جدية وتكون أكثر جدية في التنسيق بين هذه المكونات حتى يستفيد الجميع من هذه المساعدات، ولا تكون أيضا منطقة محرومة مقابل منطقة أخرى تحصلت على كمية مساعدات كبيرة من هذه الجهات. تفضل بالبقاء معي سيد الصهيبي. أعود إليك أستاذ إبراهيم القاطب، يعني من خلال كلام السيد الصهيبي وهو على الأرض وفي الميدان، هل ترى أن العوامل فقط هي تتبع الأمم المتحدة، يعني أو عائدة إلى الأمم المتحدة فيما يتعلق بسوء الإدارة أو سوء التعاون أو سوء التنسيق مع الجهات المحلية، أم أن هناك عوامل أخرى من خلال حديثه تستشفها؟ بالشكل الأساسي هي طبعا الأمم المتحدة، لأنها هي من تقدم تلك المعونات وهي من تديرها. يعني ربما هناك معوقات أخرى طبعا، وهو واضح أن هناك أشخاص تتبع تنطلق من أسس أو من حيث الشخص، أنا يعني أشخاص يتبعون للميليشيات الحوثي أو ينحدرون من تلك الأسر التي تسيطر على الميليشيات، أو على حسب من ينطلقون من اتجاهات مناطقية ويقومون بحصر حتى المواد الغذائية والإنسانية التي تصل إلى الشعب اليمني ككل في مناطق معينة. أنا يعني لم أسمع في حياتي أن الأمم المتحدة قد وصلت حتى إلى محافظة البيضاء الأكثر تضررا من كثير من المحافظات في اليمن بسبب هذه الحرب القذرة. أيضا هل وصلت المعونات الإنسانية الدولية إلى مناطق مريس بمحافظة الضالع، إلى مناطق أخرى؟ يعني يجب التساؤل إلى أين تصل هذه المعونات، ومن يخطط لهذه المعونات، إلى من يخطط، إلى أين تصل، وما هي المناطق الأكثر تضررا، وكيف تصل إلى هذه المناطق، ومن هم الأشخاص الذين مشهود لهم بالنزاهة الذين يقومون بذلك العمل؟ طبعا هناك نحن نحمل الأمم المتحدة المسؤولية الأولى، يعني كونها منذ 5 سنوات هي من تدير تلك المعونات الإنسانية المقدمة لها، ليس من حقها وإنما من المجتمع الدولي يقدمه للشعب اليمني من خلال تلك المنظمات الأممية. لم نرى منها لا تقرير يتحدث عن كيف توزع المواد الغذائية ولمن، ومن هم أكثر حاجة إلى تلك المعونات الإنسانية، وكم عدد الأموال والمعوثات والعلاج والغذاء الذي يصل الى الشعب اليمني المتضرر من هذه الحرب. ايضا يجب التذكير انه ايضا هناك ربما 40% من هذه المعونات الانسانيه يعني تخصمها الامم المتحده ك يعني اعمال تشغيل، وهذا الشيء يجب ان يدركه الشعب اليمني، وهو إذا وصل الشعب اليمني مليون دولار. طيب سنعود إلى هذه الفكرة سيد القاطبي، سنعود إلى هذه الفكرة، لكن قبل ذلك دعني أسأل السيد الصهيبي عن مسألة مهمة فيما يتعلق بالدعم الدولي للإغاثة في تعز ومقارنته بالمناطق الأخرى التي تقع تحت سيطرة الحوثيين. هل ترى أن مسألة التوزيع مسألة عادلة سيد الصهيبي؟ هذه مسألة مهمة للحديث عنها، وقد تحدثنا عنها كثيرا في الفترات السابقة، وقلنا أن إجمالي ما تحصل عليه محافظة تعز مقارنة بحجم المأساة التي تعيشها هذه المحافظة، مقارنة أيضا بمحافظات أخرى، هناك إهمال كبير لهذه المحافظة وللأبناء هذه المحافظة الذين تضرروا كثيرا بفعل هذه الحرب. هناك الكثير من مئات الآلاف من أبناء هذه المحافظة تضرروا كثيرا، إما بالنزوح وإما بفقدان مصادر أعمالهم والكثير من المعاناة التي تعرضوا لها. لكن في المقابل عندما نأتي ونشاهد التقارير التي تصدرها المنظمات المانحة وتتحدث عن حجم ومقدار الدعم الذي قدمته هذه المنظمات لمحافظة تعز مقارنة بما قدمته هذه الجهات لمحافظات أخرى، هناك نستطيع القول أنه
شيء متواضع تحصل عليه هذه المحافظه مقارنه بالمحافظات الاخرى. هناك سبب ايضا مهم يرجع اسباب هذا الضعف في التنسيق والتمويل والدعم المقدم لهذه المحافظه، ان الكثير من هذه المساعدات التي ايضا كانت تصل عبر ميناء الحديده كانت تصل مثلا الى محافظه صنعاء او تصل الى مناطق سيطره الحوثيين. الكثير من هذه المساعدات كان يتم ايقافها في المنافذ محافظه تعز ويتم مصادرتها او يتم اتلافها ويتم بيعها قبل ان تصل الى هذه المدينه، في حين اننا كنا في تلك الاوقات نطالب مثلا هذه الجهات المانحه بالتنسيق مع الجهات الحكوميه التي مثلا في محافظه عدن وايصال هذه المساعدات عبر ميناء عدن الذي كان مفتوح في تلك الفتره، وايصال هذه المعونات المقدمه لمحافظه تعز عبر هذه الجهات. كان هناك منفذ امن تصل عبره هذه المساعدات، لكن لم يكن هناك تجاوب كبير، وبالتالي استمرت هذه الجهات في ارسال مساعداتها والمنح المقدمه من قبلها عبر المناطق التي تسيطر عليها مثلا جماعة الحوثي، وكان يتم إيقاف هذه المساعدات ومصادرتها، ولا زال حتى هذه الفترة هناك الكثير من التحكم. وبالتأكيد هناك الكثير من علامات الاستفهام حول الشركاء المحليين دوما في هذه فيما يتعلق بمناطق، يعني فيما يتعلق بآليات التوزيع والتنسيق في ذلك. أشكرك على كل حال سيد أحمد الصويبي الناشط في مجال الإنساني، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. بالعودة إليك سيد القاطبي، منذ فترة ما كشفت، أو قبل ذلك سيد القاطبي، أرحب بمن ينضم إلينا الآن من صنعاء، مسؤول دائرة الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بصنعاء، السيد زيد العلاية. أهلا بك سيد العلاية. إذن كثير من الحديث حول دور الأمم المتحدة ودعم برامج الإغاثة في اليمن، ما هي المعايير التي تعتمد عليها الأمم المتحدة وبرامجها في ملف الدعم والإغاثة للداخل اليمني؟ شكرا للاستضافة أخي. المعايير، هناك معايير كثيرة تقوم بها المتحدة من أجل تنفيذ المشاريع الإغاثة بناء على الأهداف الاستراتيجية التي بنيت عليها خطة الاستجابة الإنسانية 2019. مثلا يتم اختيار المشاريع بناء على 9 قطاعات تعمل فيها الأمم المتحدة، أكثر من قطاع نسميها المجموعات القطاعية. هناك ما يعرف بقطاع الأمن الغذائي، هناك ما يعرف بقطاع الصحة، قطاع التعليم، قطاع التغذية، قطاع الحماية، قطاع المأوى. بناء على المتحدة تحدد أولويات، مثلا من أولويات المتحدة في خطة الاستجابة الإنسانية 2019 هي الأمن الغذائي، وتقوم المتحدة بالتركيز على هذا الأمر لأن عدد الناس الذين هم يعانون من الانعدام الغذائي كبير جدا ويبلغ أكثر من 12 مليون. تقوم المتحدة أيضا مع شركائها طبعا سواء الدوليه او المحليه بالتركيز على هذه الاولويات التي تحدث بها خطه الاستجابه الانسانيه، ويتم العمل فيها بحسب 9 القطاعات التي تركز عليها الامم المتحده والمنظمات الانسانيه. سيد العلاية. نعم. كان هناك انقطاع في الصوت، لو تكمل الفكره اذا سمحت. تحدثت ان الامم المتحده والمنظمات الانسانيه تعمل على اشياء نسميها مجموعات قطاعيه، مثلا هناك المجموعه القطاعيه للمأوى او والصحه والتعليم والامن الغذائي والتغذيه، وهناك اهداف استراتيجيه لخطه الاستجابه الانسانيه 2019. طيب فيما يتعلق بمناطق تنفيذ هذه العمليات سيد العلاية، هل تكتفي الامم المتحده بالتركيز على مناطق معينه أم تتوزع عملياتها على كافة مناطق اليمن المحتاجة لذلك؟ بالإجابة على هذا السؤال، نحن في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا لدينا 5 مكاتب فرعية، هناك مكتب في صنعاء يشرف على المحافظات التي حواليها، وهناك مكتب في تعز يشرف على تعز وأب، هناك مكتب في صعدة، هناك مكتب في الحديدة، وهناك مكتب أيضا في عدن، ولدينا أيضا مكتب الآن في المكلا. الأمم المتحدة أو مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تدخل بعمليات إغاثة فيما يتعلق بالفيضانات التي حدثت في سقطرة وفي المهرة، نعمل في جميع المناطق اليمنية بناء على الاحتياج، حيثما وجد ناس محتاجون الأمم المتحدة موجودة، ليس فقط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، ولكن كل المنظمات الدولية تقوم بالاستجابة بناء على الحاجة، حيثما وجد هناك ناس محتاجون نعمل في جميع المحافظات اليمنية. طيب في سياق الحديث عن العمل على الحاجة، هناك يعني تساؤلات كثيرة
عبر وسائل التواصل الاجتماعي، هل من الحاجة الآن وفقا لهذه الأولويات التي ذكرتها، تدريب مثلا 20 مدعي عام؟ يقول كثيرون إنهم يعني على الأقل خاضعين لنفوذ أحد أطراف هذه الحرب. ممكن أجيبك يا أخي عن هذا السؤال. يجب أن يعلم الكثير بأن نحن منظمات إنسانية، ليس لدينا أي دور سياسي نلعبه. نحن لا نعمل مع هذا الطرف أو الطرف الآخر، مثلما تهم تأتي من هذا الطرف هناك أيضا تهم تأتي من الطرف الآخر. نحن ليس لدينا أي وظيفة سياسية يمكن أن نقوم بها، وإلا انخل عملنا كله. لا نستطيع القيام بأي دور سياسي لأننا نعمل مع جميع الأطراف. هدفنا الأساسي ووجود المكتبة المتحدة الأساسي ووجود وسبب وجوده هو تقديم مساعدات لليمنيين أينما كانوا، بعيدا عن كل الانتماءات السياسية. لكن هل هي من ضمن الأولويات؟ يعني أنت أغفلت نقطة، هل تدريب أو دعم المدعين العامين في هذه المناطق هو من ضمن الأولويات التي ذكرتها أنت الآن قبل قليل؟ ما أستطيع أن أجيب على السؤال لأنه ليس لدي علم بأن هناك تم تدريب ما تقول عليه مدعم. ما عندي فكرة عن هذا الشيء. أنا أتكلم عن القضايا الإنسانية، فين الأماكن الذي يتم فيها تقديم غذاء، فين الأماكن الذي يتم فيها تقديم خدمات صحية. منظمة الصحة العالمية تقوم الآن باستجابة لتفشي حمى الظما في الحديدة وفي مناطق أخرى. هذه الأشياء التي أنا عندي علم بها أكثر من أي شيء أخرى. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي سيد العلاية. أعود إليك سيد القاطبي، يعني سمعت ما تفضل به سيد العلاية، لاحظت أن لديك تعقيب أثناء حديثه، لو تطرح هذه النقاط بعجالة. أولا دعم 100 مدعي عام من التابعين لميليشيا الحوثي هذا ليس عملا إنسانيا وليس وإنما عملا سياسيا. الأمم المتحدة تدرك أنه ميليشيا الحوثي ارتكبت جرائم حرب، ومن الخطأ أن تدرب ميليشيات تقوم بمحاكمة الأبرياء. نحن نعرف أن الحوثيين قد اختطفوا الصحفيين والناشطين وكل من له علاقة بالعمل المدني والمجتمعي. ثانيا كان من الأولويات على الأمم المتحدة، كنا نتحدث على الأولويات، هو الضغط على الحوثيين لرفع الحصار الجائر على محافظة تعز، على مدينة تعز. هل كان التدريب أولى من فتح المعابر الآمنة إلى مدينة تعز وإلى كثير من المناطق؟ أيضا محافظة البيضاء، كثير من المحافظات التي هي بحاجة إلى أمس الحاجة إلى الغذاء والماء والمتطلبات الإنسانية الأولية لم تصلها كثير من تلك المعونات. ثم لماذا لم يعني يقوموا بنشر التفاصيل عن أعمالهم، كيف يديرون هذه الأعمال وأين تذهب الأموال وكيف يتم توزيعها؟ هذا يجب أن تكون الأمم المتحدة أحد الأماكن الهامة تقوم من خلالها الشفافية. يعني نتحدث على الكلام المعسول، نحن نقوم ونقوم ونقوم، وفي الأخير نرى على الأرض أن هناك دعم سيارات من الأمم المتحدة لميليشيا الحوثي، تدريب يعني قضاء ومدعين عام لميليشيا الحوثي. ومن ثم لا نتحدث على المسائل الحامة، يجب محاكمة تلك المجرمين. إذا كان الأمم المتحدة يعني هي تتحدث من ناحية إنسانية، الناحية الإنسانية أن يأخذ المظلوم حقه من الظالم، أن تكون محاكمات للمجرمين وللقتلة ومن يسرقون المعونات الدولية. هناك فساد جرى داخل مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في اليمن من خلال حديث الأمم المتحدة نفسها، لم نسمع على أي يعني منجز أي تحقيق حقيقي. طيب بهذا السياق، هناك حملة مجتمعية كانت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيد القاطبي وحملات أخرى، لكن من ضمن هذه الحملات حملة أين الفلوس؟ أرحب الآن بمن ينضم إلينا في هذا الحوار، السيد فداء الدين يحيى، أحد منظمين حملة أين الفلوس، أو ربما هو منظم حملة أين الفلوس، الذي ينضم لنا عبر سكايب من برلين. أرحب بك سيد فداء، ما مصير الحملة؟ لماذا بداية نفذتم هذه الحملة؟ أهلا وسهلا. في البداية استمعت إلى مداخلة الأخ زيد العلاية قبل أن أدخل في التفاصيل. أريد أن أرد على أشياء بما أنه موجود معنا الآن، نستغل هذه الفرصة للتعقيب على كلامه. بما أنه موجود معنا، نعم، نريد إجابة عن سؤال واحد فقط بدون يعني الذهاب بعيدا عن إلى شيء آخر. ما الذي يخيفكم من نشر هذه التقارير؟ يا عزيزي، بتكتمكم هذا وخوفكم من نشر هذه التقارير لم يعد الشعب يثق بكم. لماذا هذا الاستغباء للشعب؟ يعني تتصرفون بالأموال بحرية مطلقة بدون شفافية، بدون رقابة مجتمعية.
في الحقيقة هذه الأموال في ظل انعدام الشفافية وانعدام الرقابة المجتمعية هي تقتل الشعب اليمني ولا تساعده. هذه الأموال بطريقة أو بأخرى بدون شفافية بدون رقابة مجتمعية تتحول إلى رصاصات في صدر الشعب اليمني. باختصار، لماذا لا تعرضون علينا تقاريركم المالية المدققة وتقاريركم التنفيذية؟ أين صرفتم هذه الأموال؟ وأيضا التقارير التنفيذية التي تكون من جهة خارجية تقيم عملكم في اليمن. هذا هو الشغل المهني وهذا هو الشغل الذي يتبنى الشفافية في أبهى صورة. الأوتشا مستمرين تماما في تجاهل مطالبنا طيب سأنقل هذا السؤال إلى السيد زيد العلاية. أستاذ فداء، ما تفضلت بطرحه سأنقله إلى الأستاذ زيد العلاية استغلالا لوجوده معنا. تفضل أستاذ زيد بالإجابة عليه وعلى مسألة أيضا التي طرحها السيد القاطبي حول لماذا لا تتواجدون في مناطق مثل البيضاء مريس، وهي مناطق كما يقول السيد القاطبي بأشد الاحتياج الإنساني هناك. أخي الكريم، عشان أرد على الأستاذ فيما يتعلق بالبيضاء، فريق المسؤول على صنعاء قام بزيارة الأسبوع الماضي مع مدير مكتب الأوتشا في اليمن كامل السيد سبستيان، وقاموا بزيارة إلى البيضاء ومقابلة الناس المسؤولين هناك، السلطة المحلية الموجودة هناك، وتحدثوا معهم وناقشوا معهم كل مواضيع الاحتياجات الإنسانية. من قابلوا هناك بالضبط؟ موجود حاليا خطط استجابة للقضايا الإنسانية في البيضاء، وهناك تم مناقشة أكثر من احتياجات، ومكتب الأوتشا والمنظمات الأخرى تقوم الآن بدراسة عملية استجابة في البيضاء لكل الاحتياجات الإنسانية. فيما يتعلق بما قاله أخي وصديقي السيد فداء، لو ناس بس مثلا الأخ فداء قام بمتابعة موقع الأوتشا الإلكتروني أو حسابنا في تويتر سوف يجد بأن هناك تقارير تفصيلية ودورية تتحدث عن كل المشاريع التي تقوم بها المنظمات الإنسانية، وكم قمنا بمساعدة عدد من الناس، كم صرف مبالغ فيما يتعلق في هذه المحافظة، أو ما هي المشاريع التي قام بها بطريقة انفوغرافيكس أو رسوم بيانية تتحدث عن الاستجابة الإنسانية في كل المناطق. أنا أتحدث عن الخمس المكاتب التي تقوم التي يتواجد بها الأوتشا بتفصيل كامل. حكاية عملية إنه الفلوس تأخذها الأمم المتحدة ومش عارف بتصرفها، الأموال والدعم الذي يقدم الأمم المتحدة لليمن يأتي من دول مانحة، أمريكا وغيره من الدول. هذه الدول لن ترمي فلوسها عبث وتقول الأمم المتحدة تصرفي بالفلوس زي ما تشتري. هناك ناس متخصصين وأوديترز وناس محاسبين يقومون بزيارات ميدانية إلى اليمن ويقابلوا العاملين في المتحدة ويتحدثوا معهم بشكل مفصل حتى يتأكدوا أن الفلوس بتروح في مكان صح. إذا أحست أحد الدول المانحة لليمن بأن النقود والأموال والدعم التي يتم تقديمه المتحدة لا يروح إلى المكان المناسب، سيتوقف هذا الدعم بشكل مباشر وبشكل سريع. خلونا نتكلم بس شوية بمنطق بسيط جدا، أنه هذه الدول لن ترمي أموالها عبثا، ولكن تقوم معها مراقبين، معها ناس بيزوروا، معهم ناس بيتكلموا عن. نحن نقوم بنشر وثائق دورية ونتشارك فيها مع المانحين الذين يقدمون الدعم إلى اليمن دورية وشهرية، وبعض الأحيان في أقل من كده أسبوعية توصل لهم تقارير عن المشاريع المنفذة وكم الناس المستفيدين منها وما هي العوائق وما هي التحديات وكل هذه الأشياء. شكرا لك سيد زيد العلاية، مسؤول دائرة الإعلام والاتصال في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة الأوتشا بصنعاء، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. ورحب مشاهدينا الكرام بمن ينضم إلينا إلى هذا الحوار، السيد همدان العلي الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعية الذي ينضم لنا معنا عبر الهاتف من القاهرة. أهلا بك سيد العلي. إذا في سياق تقييم دور المنظمات الإنسانية والإغاثية التابعة للأمم المتحدة في اليمن ودورها، ما هي أبرز النقاط لديك؟ مرحبا بك اخي العزيز، انت وضيوفك الكرام وجميع المشاهدين. انا كنت اتمنى ان يكون الاخ زيد العلاية متواجدا، لكن خيرة الله. بالنسبه لاعضاء المنظمات انا اظن سيسمع هذه الحلقه الى نهايتها بكل تاكيد، تفضل. نعم، بالنسبه لاعضاء المنظمات الاغاثيه في اليمن، بالتاكيد هناك اخطاء واختلالات، او بمعنى اصح وادق تصل الى مستوى الجرائم وعملية الفساد التي تمارس من قبل هذه المنظمات، ليس فقط عملية سرقة المساعدات بأشكال وطرق مختلفة،
او التستر على عمليه شركه المساعدات كما حدث خلال الفتره الماضيه، واعرف الناس ما يحدث ب او مصير المساعدات المقدمه عبر منظمه الغذاء او برنامج الغذاء العالمي، وهي قصه معروفه. طبعا الملف هذا اغلق تماما ولا نعرف ما الذي حدث بعد ذلك، وهو موضوع اخر لو في وقت بالامكان نحن نخوض فيه. لكن اضافه الى عمليات التستر على نهب المساعدات والتستر على ناهبي المساعدات في مناطق سيطرة الحوثيين، هناك جانب آخر وهو عدم كفاءة ولا جدوى العمليات الإغاثية المقدمة ميدانيا من قبل كثير من المنظمات التابعة للأمم المتحدة، تحديدا على رأسها منظمة الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية. يا أخي العزيز، أنا أعطيك أمثلة، يعني قد يكون هناك أنشطة تنفذ هذه المساعدات، لكن سأعطيك أمثلة يعني تلاحظ بنفسك مدى الاستهتار بالأموال التي تقدم كمساعدات لشعب يعيش أسوأ يعني كارثة. أعطيني هذه الأمثلة. أنا بحسب التوصيف الأمني. نعم، يعني على سبيل المثال تنفذ برنامج الغذاء أو ينفذ برنامج الغذاء العالمي دورة تدريبية لتربويين ومدراء مدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تدرب هؤلاء التربويين على كيفية توزيع البسكويت بالتمر على طلاب المدارس. هذه ليست نقطة، هذه موجودة في أخبارهم وفي قنواتهم عرضت الأشهر الماضية أو ربما قبل عام. يا أخي العزيز، هناك دراسة أمريكية، الجامعة الأمريكية كانت بعنوان حالة الاستعداد والاستجابة للوباء، وهنا نقصد الكوليرا، تحدثت عن اختلالات كثيرة مارستها المنظمات المعنية بالوضع الصحي في اليمن على رأسها منظمة الصحة العالمية، ولكن لم يتم التعامل مع هذا التقرير أو تجاوز الأخطاء التي ارتكبت خلال السنوات الماضية، رغم أن التقرير صدر وأكد أو تكرار هذه الأخطاء لأكثر من مرة. أخي العزيز، صحيح هناك عمليات إغاثية يجب أن تكون عاجلة، ومثل السلال الغذائية، مثل الأدوات الصحية، لكن من الضروري جدا، بما أن المنظمات تستلم مليارات الدولارات من أجل تقدم للشعب اليمني، أن تنفذ أعمال تنموية يعني تضمن ديمومة الدخل والمساعدة المقدمة لهؤلاء الناس. أخي العزيز، بدلا عن، وهذا هناك خبراء كانوا يتحدثوا عن هذا الأمر أكثر من مرة وخاطبوا المنظمات الدولية، بدلا عن تقديم او انشاء مراحيض او عفوا بدلا عن انشاء مدارس مؤقته في اماكن النزوع، كان بالامكان اضافه فصول دراسيه في مدارس قريبه، ولكي يستفيد منها السكان المستضيفين للناجين والناجين ايضا. هناك امكانيه للاستفاده من الاموال الطائله التي تصرف او تقدم لليمنيين في تنفيذ اعمال يعني تحد من انتشار الاوبئه، يعني مثلا على سبيل المثال ينتشر وباء الكوليرا في منطقه منحان، واحد اهم الاسباب هو عدم وجود مراحيض لسكان هذه المدينه، وبدلا من ان تقدم بشكل دائم صوابين وادوات صحيه، ابني لهم يا اخي حمام في كل منزل، يعني هناك منازل بسيطه جدا، وانت تعلم جيدا بان هذه الامراض تنتشر بسبب هذه المشكلات. هناك اختلالات كثيره جدا، هناك عدد كبير. سنعود الى هذه الامثله ايضا سيد العلي، سنعود الى هذه الامثله ان بقي لنا وقت في هذه الحلقه، لكن قبل ذلك دعني اعود الى السيد القعطبي. السيد القعطبي، تحدث يعني السيد العلي قبل قليل حول مساله يعني الدور الامم المتحده هناك. في نهايه المطاف الدول الداعمه للامم المتحده اذا رات انها تحيد عن البرامج المخططة في ضمن الأهداف الاستراتيجية للأمم المتحدة ستسحب هذا الدعم بكل بساطة. إذا لماذا هذا التخوف الشديد؟ الفساد لا يأتي بهذه الطريقة، يعني هناك يتم تزييف أحيانا للتقارير الدولية من أجل إعطاء المانح فكرة أن هناك العمل يتم على قدم وساق بالطريقة المخطط لها، وهذا ليس صحيح. أيضا ذكر ضيفك الكريم من صنعاء أنه لو حصلت اي اختلالات او يعني امور تتعلق بالفساد سيتوقفون عن العمل مباشره، وهذا ليس صحيح. عندما تم
إيقاف أو أخذ الكمبيوترات والأدلة من أعضاء الأمم المتحدة الذين حققوا في كان لديهم معلومات حول الفساد في هذه المنظمات والمسؤولين داخلها، تم أخذ تلك الملفات وتلك الكمبيوترات من ميليشيا الحوثي في مطار صنعاء قبل صعود أعضاء الأمم المتحدة إلى الطائرة التابعة للأمم المتحدة، ولم يتوقف العمل. هذه مغالطة كبيرة. أيضا عندما كان يستخدم قيادات ميليشيا الحوثي وهم مجرمي حرب سيارات الأمم المتحدة، وهذا معروف وموثق، لم يتوقفوا عن العمل. هناك كثير من الاختلالات الكبيرة يعني، ومع هذا لم يحسنوا من الأداء، ومع هذا لم يصدروا أي تقريرا يتحدث عن أي تحقيق أجروا، ومع هذا لم يعني تحدث على أرقام المعونات والأسر الذي يساعدونها. نحن بحاجة إلى تفاصيل. من يقوم بالعمل هذا؟ من هم الأشخاص الذين يؤدون الدور؟ هل هم يتبعون أو لهم علاقة مع ميليشيا الحوثي ومن ثم يتعاملون معهم؟ هل هم أشخاص أو مكاتب أو جهات قامت ميليشيا الحوثي بإنشائها لقرض الالتفاف على المعونات الإنسانية؟ نحن بحاجة إلى تلك التفاصيل، وإنما ليس تفاصيل عامة لا نفهم منها أي شيء. يعني هو وأنت قد تحدثت قبل قليل على مسألة مهمة، وسأسأل فيها السيد فداء الدين يحيى. على كل حال أشكرك سيد إبراهيم القاطبي الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكاي من نيويورك. أعود إليك سيد فداء، مسألة المصاريف التشغيلية من خلال الحملة، إلى أي مدى ترى أنها تؤثر بالفعل على إجمالي منسوب ما يصل إلى المحتاجين أو المستهدفين بهذه الحملات بالفعل في اليمن؟ أود أن أبدأ على زيد العلايا في نقطة التقارير التي ترفع إلى المانحين. تفضل. الأخ زيد العلايا للأسف يزيف الحقائق رغم أنه يعرف أن ما ينشر في مواقعه هو ما عاد موجودا الآن، لكن مع الفصل نعم تفضل. هي أرقام حتى يفهم المشاهد أيضا، هي أرقام لأغراض الترويج وحشد التمويل لا غير. بالنسبة للتقارير التي يرفعها، لو كانوا يثقوا في التقارير التي يعدها المراجعون القانونيين لكانوا نشروها كإجراء طبيعي يتم في كل العالم تطبيقا للشفافية والمساءلة كما يتم في عدة منظمات في بقية دول العالم. ترفع التقارير للمانحين وأيضا ترفع للشعب في مواقعه. بالنسبة لقولك المصارف التشغيلية، أنا كان لي تواصل مع وزيرة التعاون الدولي الدكتور نجيب العوج بخصوص التقارير اللي ترفع للوزارة. تشتكي أو يشتكي كثير أنه لا توجد تقارير ترفع للدولة لوزارة التعاون الدولي، سواء في مناطق سواء منظمات قليلة في المناطق المحررة، ويقول أن المصاريف التشغيلية عالية جدا جدا ولا يوجد أي مبرر لها. سألت إن كان بإمكان وزارة نشر هذه التقارير ولكنه رفض، ويبدو أن الوزارة كذلك لا تحبب نشر هذه التقارير. الرقم الذي يجب ان يكون فيه من خلالها او تكون بحوله المصاريف التشغيليه لا يتجاوز 3 الى 5% في دول العالم المحترم، يعني عندما يكون الشغل مهني وتحيطه الشفافيه لا تتجاوز هذه. اما عندنا في اليمن لا نعلم كم المصاريف التشغيليه، بل يمكن ان تبلغ 60 الى 70%. طيب أنتقل بنقطة أخيرة إلى السيد همدان العلي. سيد همدان، برأيك هل الأمم المتحدة هي يعني تتحمل مسؤولية هذا الوضع فيما يتعلق بوصول المساعدات والإغاثات إلى المحتاجين في اليمن، أم أن طبيعة الوضع الجاري حاليا يعني يعفيها من جزء من هذه المسؤولية؟ بل تتحمل المسؤولية كاملة إضافة إلى وبنسب متفاوتة، إضافة إلى الحكومة اليمنية والدول المانحة. الحكومة اليمنية خلال الفترة الماضية، وأنا مطلع على بعض التفاصيل، كانت قد بدأت بالتعاطي مع هذا الملف بشكل إيجابي ومركز لولا الأحداث الأخيرة اللي حدثت في عدن، وكان لها دور في خلط الأوراق ويعني توقف بعض الأعمال والمشاريع أو التوجهات التي من خلالها يتم فرض يعني إن صح التعبير رقابة على أداء هذه المنظمات بعد إذا ما التزمت يعني الانتقال بمكاتبها الأساسية إلى عدن.
في حال تم الاستقرار، لكن الأحداث الأخيرة كما قلت لخبطت الأوضاع. أخي العزيز، أداء المنظمات الدولية يعني فيه تجاوزات من نواحي مختلفة، يعني تجاوزات منها ما ينعكس على الوضع السياسي، أو تجاوزات هدفها تحقيق أهداف سياسية، وهناك تجاوزات هدفها تحقيق أهداف عسكرية، وهناك تجاوزات هدفها تحقيق أهداف اقتصادية. المنظمات الدولية أستطيع أن أقول بأنها أصبحت جزء من اقتصاد الحرب. إحنا نتحدث عن 4 مليار دولار أو 5 مليار دولار سنويا، وهذا رقم مهول. يعني كان موازنة بلد في يوم، موازنة اليمن في يوم من الأيام. يا أخي العزيز، برنامج الغذاء العالمي لو تذكر أعلن بأنه يقدم في مناطق سيطرة الحوثيين مساعدات بما يقدر ب 175 مليون دولار سنويا، و 60% من هذه ال 175 لا تذهب لمستحقها، يعني تسرق. تخيل 60%، معنى انه 105 ملايين مليون دولار يتم مصادرتها تقريبا من قبل الميليشيات، ومن يعني على درجه اساسيه الميليشيات الحوثيه. يعني تخيل هذا الرقم، يعني يساوي 58 مليار ريال يمني. يعني اذا كان يعني بامكان هذا الرقم ان يجند مليون جندي اذا كان الراتب 50,000 في الشهر مثلا، يعني الجيش باكمله هذا في الشهر الواحد. نحن نتحدث عن ارقام خياليه، انا اقولها بكل ثقه. جزء من اسباب بقاء هذه الميليشيات مسيطره في المناطق، سيطره الحوثيين في اليمن القصري، جاء بسبب تواطؤ هذه المنظمات مع ميليشيات الحوثيين بكل صراحه. والامر الاخر اخي العزيز، نحن عملنا في المنظمات وندرك تماما بان كثير من هذه المنظمات للاسف عندما تحصل على اموال كبيره جدا من اجل مساعده اليمنيين وتصل الى نهايه العام، قبل نهايه العام بثلاثه اشهر او شهرين، تضطر الى تنفيذ اعمال هامشيه جدا واعمال تافهه ان صح التعبير، لا يستفيد منها اليمنيين. يعني تخيل دورات تدريبيه لمدرسين كيفيه يوزعوا البسكويت للطلاب، بينما الناس يموتون جوعا ويموتون من بسبب عدم توفر الادويه في المستشفيات. نعم. هذه الاموال عندما تصل الى نهايه العام، هي هذه المنظمات مطالبه بان تصفي هذه او تصرف هذه الاموال قبل نهايه العام حتى يتم اخذ بدلا عنها، لان هذه لو عاد جزء من هذه الاموال للمانحين قد يعطي اشاره للدول المانحه بان هذه الاموال او ان ما يعطى لهذه المنظمه. اذا ليست المساله فقط اين صرف، اذا ليست المساله كم صرف بل واين صرف وكيف صرف. اشكرك جزيل الشكر سيد همدان العلي، الصحفي المهتم بالشؤون المجتمعيه، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، وكذا السيد فداء الدين يحيى منظم حملة أين الفلوس الذي كان معنا عبر سكايب من برلين. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، في أمان الله.